هذه هي العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، 18 بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل من القاهرة. أهلا بحضرتكم. أهلا بكم. قام البنك الدولي اليوم بتحويل الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادية التنموية، ويبلغ إجمالي قيمة التمويل حوالي 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة المصرية وأقره مجلس النواب. كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر قد عقدا بالأمس اجتماعا موسعا بمقر وزارة التجارة مع مسؤول البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بحث خلاله إجراءات الشريحة الثانية والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار لتمويل دعم برنامج الحكومة الاقتصادية. معي عبر الهاتف الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. دكتور فخري، يعني هذه الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولي مليار دولار، هل هي كافية لمساندة الحكومة في وقت يعني تبلغ فيه الأزمة يعني أشدها مع احتياط العملة الأجنبية؟ هي غير كافية طبعا بالطبع، مليار دولار لكنها مهمة بالنسبة لأنه صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار وإدخال البرنامج للتصويت عليه والحصول على الموافقة النهائية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال 3 أسابيع القادمة، على مصر أن تدبر ما بين 5 إلى 6 مليار دولار من مصادر أخرى غير الصندوق، اللي هو سوف يخرج مصر 12 مليار صندوق النقد الدولي. هنا بنشوف أن وزير التعاون الدولي دكتورة سحر ناصر حصلت على تعهد من مجلس إدارة البنك الدولي ب 3 مليار خلال 3 سنوات، وده من عدة أشهر. سوف يتم الإفراج عن المليار الأول، وبالفعل البنك الدولي سوف يفرج عن المليار الأول حتى نحصل على 5 مليار. الإمارات العربية المتحدة أودعت مليار دولار، الصين سوف تمول 1 مليار دولار، المملكة العربية السعودية هناك 2 مليار دولار. يعني هذه هي المصادر الأخرى، هي دي المصادر الأخرى ما بين التي نملكها حتى الآن يعني لتوفير العملة الأجنبية. عاوزة كل اللي عايزاه تعهدات مكتوبة زي ما صندوق النقد الدولي هيديك تعهد مكتوب ب 12 مليار دولار على مدار 3 سنين، انت عاوزه تعهدات مكتوبه بباقي الفجوه التمويليه اللي هي 30 مليار دولار، الصندوق يديك 12، المصادر الاخرى 18، بس على 3 سنين يبقى محتاجه في اول سنه 6 مليار دولار او 5 من مصادر اخرى، اللي هو البنك الدولي، البنك الافريقي للتنميه، الدول الخليجيه، الامارات والسعوديه، بالاضافه الى يعني اصدار سندات دولاريه بضمان الحكومه المصريه تطرح في الاسواق العالميه. طيب الانفراجة في الأسواق مردودها متى يعني يمكن أن نشعر به كمواطنين؟ هنا بنقول عندما يتم تدبير يعني هذه المبالغ اللي هو 5-6 مليار، سوف يتم يعني وضع البرنامج للتصويت في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال يعني شهر أكتوبر، قدامنا حوالي تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع هيتم على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي البنك الدولي اللي هو في الأسبوع الأول من أكتوبر، وعليه في هذه الحالة إذا ما تم الإفراج والموافقة النهائية والإفراج عن 2.5 مليار بالإضافة إلى 6 مليار أو 5 مليار، يبقى إجمالي ما سيكون لدى البنك المركزي 8.5 مليار إضافة إلى 15 اللي هو الاحتياطي الحالي 15.5. نستطيع القول بأنه الاحتياطي سوف يرتفع في نهاية هذا العام إلى 25 مليار، يستطيع البنك المركزي أن يلبي احتياجات المستوردين دون اللجوء، أنه المستورد النهاردة بيروح للسوق السوداء لتدبير العملة حتى يستورد مستلزمات إنتاج المصنع بتاعه أو احتياجاته في هذه الحالة، لن يلجأ إلى السوق السوداء. وبالتالي دكتور فخري يعني هي ضمانة حقيقية لعدم حدوث ارتفاعات جديدة في سعر الدولار؟ ده بالضبط، يعني أنا بنهاية هذا العام هتجد أنه سوف يتم توحيد سعر صرف الجنيه المصري طالما البنك المركزي لديه احتياطيات كافية ترتفع من 15.5 أو 16.5 حاليا إلى 25 مليار في نهاية هذا العام، يستطيع أنه يضخ ويلبي احتياجات كل المستوردين حتى لا يلجأوا إلى السوق
هذه الحالة خلال يعني شهر أو شهرين أو بنهاية هذا العام، لأن احنا متبقي من هذا العام 3 أشهر، يبقى نعم. بنهاية في نهاية في بداية في ديسمبر نشعر بانفراجة من السوق السوداء تهبط إلى مستوى السعر الرسمي اللي هيرتفع السعر الرسمي تقريبا 9.5 جنيه على وتنخفض السوق السوداء ويتوحد سعر الصرف عند مستوى 9.5 أو 10 جنيه، ولن يكون هناك سوق سوداء إذا ما أدير هذا الملف بكفاءة. أشكرك دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالأمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدد من مشروعات القوانين والقرارات، كان من أبرزها الموافقة على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره. يهدف مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل الجمعيات الأهلية. ثمن مجلس كنائس الشرق الأوسط في ختام اجتماعه في الأردن القانون الذي أقره مجلس النواب المصري بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وقدرت الجمعية العامة دور المملكة الأردنية الهاشمية وجهودها التاريخية في الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة وبخاصة في القدس، بحيث أن كنيسة القيامة هي للمسيحيين كما أن الحرم الشريف والأقصى للمسلمين، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في إرساء قواعد حوار الحياة في تلك الأرض المباركة. نجحت قوات إنفاذ القانون في نطاق الجيش الثاني الميداني من رصد واكتشاف أحد التجمعات الخاصة بالعناصر التكثيرية شديدة الخطورة. وخلال عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بنطاق شمال سيناء، تم اكتشاف مخزنا للعبوات الناسفة عثر بداخله على 110 عبوات ناسفة مجهزة ومعدة لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. نجحت قوات إنفاذ القانون في نطاق الجيش الثاني الميداني في رصد واكتشاف أحد التجمعات الخاصة بالعناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وذلك خلال عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بنطاق شمال سيناء. يضم هذا التجمع مخزنا للعبوات الناسفة عثر بداخله على 110 عبوات ناسفة مجهزة ومعدة لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة، وكميات كبيرة من الدوائر الكهربائية وأجهزة التفجير التي تستخدم مع العبوات الناسفة. وتمكنت القوات من اكتشاف وتفجير نفق متصل بمنزلين تابعين للعناصر التكفيرية عثر بداخله على كميات من المهمات والملابس المموهة والأعلام التي تستخدمها العناصر الإجرامية، وضبط 4 مخازن وملجأ تحت الأرض وعدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية المسلحة في أعمال التسلل والهروب والاختباء خلال المواجهات مع قوات التأمين. وتواصل قوات إنفاذ القانون تمشيط المنطقة لضبط العناصر التكفيرية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، لترتفع حصيلة الوفاة إلى 15 حالة. وأكد الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة والسكان رئيس البعثة الطبية للحج أن الحالة الأولى تدعى عواد محمد عباس درويش والبالغ من العمر 59 عاما من محافظة بني سويف، ويتبع الحج السياحي إثر فشل كلوي. أما الحالة الثانية فتدعى نادية عبد الرحمن إبراهيم والبالغة من العمر 80 عاما من محافظة الإسكندرية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وتتبع حج قرعة وزارة الداخلية. أما الحالة الثالثة فتدعى فتحي إسماعيل مكاوي من محافظة المنوفية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، ويتبع الحج السياحي. من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس بعثة الحج الرسمي أنه سيوصي في التقرير الختامي الذي سيرفعه إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء فعاليات موسم الحج الجاري بضرورة تواجد مكتب لبعثة السياحة بمطاري المدينة المنورة وجدة لسرعة إنهاء إجراءات وصول حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة. وأضاف العربي أنه تم حل المشكلة التي ظهرت في عدد من فنادق المستوى الاقتصادي ببعثة السياحة بمنطقة العزيزية، وذلك بعد نقل حوالي 118 حاجا إلى أحد الفنادق الأخرى بمنطقة المسفلة، في مع تحمل الشركة والمنظمة صاحبة الفندق القديم لتكاليف إقامتهم بالفندق الجديد. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. ايه الاخبار؟ انا جاي والله اطمن يعني. تمام الحمد لله. زي الفل. تمام. لا الوضع طبعا اجمل بكتير واحلى بكتير. ربنا يخليك. ميرسي. في رد فعل سريع من قبل رئيس بعثة الحج الرسمية على شكاوى عدد من حجاج شركات السياحة من سوء الإقامة بالعزيزية، تم نقلهم إلى فنادق جديدة في محيط الحرم المكي، وبعد نقلهم تم الاطمئنان عليهم وعلى الغرف التي يقطنوها للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم. تابعنا بالبارح اللي كانت المشكلة اللي حصلت مع الحجاج والشكوى الكبيرة اللي كانت موجودة في مستوى النظافة وفي الفندق بشكل عام. احنا مباشرة الحمد لله تعاملنا مع الموضوع كبعثة رسمية. طبعا بعثة السياحة قامت بجهد كبير جدا. السيد وزير السياحة شخصيا على تواصل معانا يعني تقريبا كل ساعة لحد ما اطمن الحمد لله المشكلة اتحلت. كان في مشكلة جامدة انما اتحلت باسلوب راقي وسريع وبطريقة مرضية لكل الناس. فرحة على وجوه الحجاج لسرعة الاستجابة لشكواهم، ما يؤكد على اهتمام المسؤولين بتذليل العقبات أمام الحجاج وتلبية احتياجاتهم حتى أداء المناسك والعودة إلى أرض الوطن. ايه الاخبار؟ طمنونا. والله ربنا يخليك والله ما نمنا لحد ما اطمنا ان انتوا والله العظيم مرتاحين. والله ربنا يتقبل يا رب. ربنا يخليك. لا زايده واجبنا والله واجبنا. ربنا يديكوا الصحه ويبارك فيكم يا رب. بملي الاستاذ المشكله. طلع لي واحد من اللي موجودين قال لي كده، قال لنا كده باللفظ، مش هيعملوا حاجه. انت بتقولي ايه؟ مش هيعملوا حاجه. يعني انا بوجه له دلوقتي، لان انا ساعتها قلت له انت محبط ابعد. فانا بوجه له دلوقتي، يا ريت هو لو البرنامج ده هيتذاع وهو هيشوفنا، انا بقول لك اهو حلوا المشكله، عملوا حاجه، وعملوا حاجه كبيره قوي 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 في وقت قياسي وبطريقه جميله جدا واكتر مما كنا ننتظر. الله على سلامتك. ربنا يكرمك. ربنا يحبكم. ربنا يكرمك. ربنا يحفظ مصر. ربنا يديك الصحه. صحه مصر. ربنا يديك الصحه. زيوم الجيل. تحرك سريع من قبل رئيس بعثه الحج الرسميه المصريه من خلال الاستجابه لشكاوى عدد من حجاج الشركات السياحيه الذين اشتكوا من سوء الاقامه، تم نقلهم الى اماكن جديده، تم الاطمئنان عليهم، ترسيخ لمبدا جديد هو الحرص على راحه الحجاج. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. وينضم إلينا محمد حلمي من مكة المكرمة موفد النيل إلى هناك. محمد، بعد تحياتي لك، الأنباء تقول أن 3 حجاج مصريين لترفع حصيلة الحجاج المتوفين هناك إلى 15 حالة. بخلاف ذلك، هل لك أن تطلعنا على أحوال الحجاج المصريين بصورة عامة؟ تحياتي لك ثامر والسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار من مكة المكرمة الأراضي المقدسة. بالفعل ارتفع حصيلة العدد حالات والوفاة بين الحجاج المصريين أمس إلى 15 حالة وفاة، لكن أؤكد لك أن معظم الحالات من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة
كالفشل الكبدي والأورام وغيرها من الأمراض المزمنة. عدا ذلك الحمد لله كافة الحقيقة المصري بخير، لا توجد أي أمراض معدية أو كانت سبب من أسباب حالات الوفاة الخمسة عشر التي توفيت آخر ثلاثة منها بالأمس. الحمد لله ده نتيجة للوعي بين الحجاج المصريين الذي يقوم به الفرق الوقائية التابعة للبعثة الطبية المصرية التي تجوب الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين التي تصل إلى 32 فندق بمكة المكرمة. يمكن عدد حالات التي ترددت على عيادات حتى مساء أمس وصلت إلى 50,000 حالة، وكلها حالات بين نزلات برد وإجهاد. عدد الحالات التي متواجدة في المستشفيات منومة حتى الآن 39 حالة. سوف يتم بالغد إن شاء الله يوم التروية سوف يتم تفويج الحجاج عن طريق الإسعاف المرضى من هذه المستشفيات عن طريق الهلال الأحمر السعودي إلى منى وتفعيلهم إلى عرفة إن شاء الله، ليؤدي كل الحجاج المصريين بما فيهم المرضى الفريضة إن شاء الله. يمكن عدد حالات الغسيل الكلوي وصلت إلى 31 حالة، بيتم عمل لهم الغسيل الكلوي عن طريق جدولة بواسطة الفرق الوقائية التابعة للبعثة الطبية. عدد ذلك الحمد لله حجاج مصر بخير. كان هناك اجتماع مساء أمس وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي مع رؤساء ورئيس البعثة الحج الرسمية مع رؤساء البعثات النوعية في وضع جدول كيفية تفويج وتسهيل الإجراءات لتفويل الحجاج على عرفة ومنى إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي، حجا مبروكا إن شاء الله ومتقبلا وعملا ناجحا، شكرا لك وأتمنى لك العودة سالما إن شاء الله. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار الذي يعقد في اليونان بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية. وقال المتحدث باسم الخارجية إن اهتمام مصر بالمشاركة في مؤتمر رودس الوزاري يرجع بالأساس إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعماله لارتباطها بقضايا الهجرة وتحديات الاقتصادية والبيئية والأمنية في منطقة شرق المتوسط. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية الهامة على هامش المؤتمر والتي تستهدف جميعها إلى متابعة مسار العلاقات الثنائية المصرية مع عدد من الدول المشاركة. لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط وسبل التصدي لها، بحث مسؤولون من دول عربية وأخرى مطلة على البحر المتوسط في جزيرة رودس اليونانية، بحثوا أزمة المهاجرين التي تضرب القارة الأوروبية فضلا عن قضية اللاجئين في المنطقة. المؤتمر الذي عقد تحت عنوان مؤتمر رودس للأمن والاستقرار يعقد بدعوة من وزير خارجية اليونان ويضم مسؤولين من 7 دول أوروبية وأخرى عربية. للدول العربية مسؤوليات كبيرة في مواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب ينطلق من أرضها ويستعملها كحجة ويستعمل الدين كوسيلة لترهيب وترويع العالم كأداة سياسية لمزيد من التوسع بأفكار لا تمت لا إلى العروبة ولا إلى الإسلام ولا الدين بأي صورة. الحقيقة لها دور طويل في مجال مكافحة الإرهاب. نحن عضو فاعل في الفريق العامل لمكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. هناك جهود طويلة لدولة الإمارات في هذا المجال. وتوشك الدول الأوروبية على السيطرة على موجة كبيرة من المهاجرين فروا معظمهم من الحروب في العراق وسوريا وليبيا في أكبر موجة هجرة غير شرعية تشهدها القارة الأوروبية. ولا يزال هناك نحو 60,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليونان منذ إغلاق الحدود الأوروبية في وقت سابق هذا العام. التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف لبحث سبل حل النزاع في سوريا. وتركز مباحثات جنيف على خفض العنف وتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمضي قدما نحو حل سياسي ضروري لإنهاء الحرب الأهلية. عبر مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بأن التوصل لاتفاق ما زال ممكنا، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن المحادثات لا يمكن أن تستمر للأبد.
أعلنت ما تسمى بجبهة فتح الشام ومصادر بالمعارضة السورية المسلحة أن قائدا عسكريا كبيرا في الجبهة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة قتل في غارة جوية استهدفت اجتماعا لزعماء الجماعة. وأضافت المصادر أن القيادي الذي يعرف باسم أبو عمر سراقب قتل في منطقة ريفية بمحافظة حلب، ولم تعرف جنسية الطائرات التي ضربت الموقع، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلة أمريكية هي التي قصفت المخبأ على الأرجح. وتستهدف ضربات جوية مقاتلي جبهة النصرة في سوريا منذ أن بدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملياته العسكرية، مما أدى إلى مقتل العشرات. علقت أكثر من 70 منظمة إغاثة سورية تعاونها مع الأمم المتحدة متهمة الوكالة الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية وشركائها بالخضوع لنفوذ النظام السوري. وفي الرسالة التي وجهت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، طالبت 73 منظمة موقعة على النص بالتحقيق في عمل وكالات الأمم المتحدة في سوريا، ودعت إلى تشكيل لجنة مراقبة للإشراف على جهود الإغاثة. وأعلنت المنظمات انسحابها من برنامج تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، وقالت إنها ستقترح آلية جديدة خالية من أي نفوذ سياسي. معي عبر الهاتف من دمشق الدكتور جورج جابور المفكر السياسي السوري. دكتور جورج، يعني بعد تعليق أكثر من 70 منظمة إغاثة سورية تعاون مع الأمم المتحدة، إلى مدى يؤثر ذلك على يعني وصول المساعدات الإنسانية التي تواجه بالأساس عثرات نتيجة للمدن المحاصرة؟ بالطبع سيكون لهذا الأمر أثره، ولكنني لا أبالغ في هذا الأثر. المنظمات التي اتهمت الأمم المتحدة بأنها تحابي الحكومة السورية كان من الأفضل أن تكون مع المعونات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوري بدل أن تخاصم الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هيئة حيادية بالأساس، وهي تعرف كيف يمكن أن تعمل في سوريا، ولو لم تكن تعرف ذلك لما كانت الحكومة السورية تتعاون معها في هذه الأمور الإنسانية. من الممكن جدا لنا أن نفكر أن كثيرا من هذه المنظمات المدعوة إنسانية تخضع لتمويل معين، لا أدري بالضبط، لكن مثل هذا الموقف موقف لا يساعد على تحسين أحوال السوريين الذين يحتاجون إلى معونات إنسانية. في كل حال، وبصفتي رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة، أحب أن أقول أن الأمم المتحدة لا تحظى من قبل السوريين بكثير من التعاطف نتيجة موقفها المزمن في قضية الصراع العربي الصهيوني، وهذا أمر هام جدا. نحن في الرابطة السورية للأمم المتحدة نعقد حوارا مفتوحا في مناسبة يوم الأمم المتحدة عام 2016 الذي هو 24/10/2016، نقيم به دور الأمم المتحدة في كثير من المواضيع. عنوان ندوتنا حوار مفتوح حول تقييم الأمم المتحدة. في كل حال أرجو، يعني ترى أن التقصير من الأمم المتحدة يعني هذا على المستوى السياسي، على مستوى المساعدات الإنسانية، هل يعني هي فشلت في توفير الإغاثة الكافية للمحاصرين، أم المسؤولية تقع يعني مشتركة ما بين قوات النظام والأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة حين تفشل تعلن فشلها، هي لا تخجل من الحكومة السورية، هي لا تخجل من الشعب السوري، تستطيع بكل بساطة أن تعلن أنها فشلت. لكن هذه المنظمات من الممكن أن يكون لبعضها، لا أدري، قد يكون لبعضها وجهات نظر سياسية، قد يكون لبعضها غايات غير غايات المعاناة الإنسانية، لا أدري ولا أتهم أحدا، ولكن كان من المناسب أن يكون هناك نوع من النقاش الهادئ بين هذه المنظمات وبين الأمم المتحدة إذا كان هدفنا إيصال المساعدات. أما إذا كان هدفنا تبادل الاتهامات فهذا أمر يتنافى أساسا مع الوظيفة الإنسانية للمنظمات التي تقول أنها إنسانية. أشكرك من دمشق دكتور جورج جابور المفكر السياسي.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك حاجة لوضع خارطة طريق بشأن اتفاق تحرير تأشيرات سفر المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي. من جانبها قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني أن العمل سيستمر على اتفاق لتحديد التأشيرة، مؤكدة أنه لا مكان في أوروبا لأي محاولة من أي نوع، مشيرا إلى أن محاولة التمرد التي تعرضت لها تركيا في يوليو الماضي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجمل فيه هذا الوزير كل هذه البيانات. أفاد تقرير للأمم المتحدة أن المواجهات العنيفة التي جرت في يوليو الماضي في جوبا بين القوات الحكومية وأنصار النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك ماشار قادتها القيادة العليا للجيش بموافقة رئيس سلفا كير مياردات حسب ما ورد في التقرير. وقال خبراء الأمم المتحدة أيضا أن الممارسات غير المسبوقة التي رافقت هذه المعارك من أعمال نهب وعنف وجرائم اغتصاب جماعي لعاملات في منظمات دولية لم يرتكبها جنود متمردون فقط. كان عشرات العسكريين قد هاجموا في 11 يونيو مقرا سكنيا على مقربة من قاعدة للأمم المتحدة، وتعرض عدد كبير من الموظفات أو تعرضت عدد كبير من الموظفات الأجنبيات للاغتصاب هناك، بينما قتل صحفي في جنوب السودان. أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون خلال اجتماع في لندن حول مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة أن بلاده ستنشر 100 جندي إضافي ضمن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقال الوزير إن نشر هذه القوات يندرج ضمن استراتيجية بريطانية في مكافحة عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى هجرة مكثفة وإلى الإرهاب. ويأتي الإعلان خلال مؤتمر صحفي شارك فيه ممثل 70 دولة من أبرزهم وزير الدفاع الفرنسي والأمريكي. قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 146 تعيين مبعوث خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لليبيا. كما ندد المجلس بالتداخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد المملكة العربية السعودية. كما أكد المجلس على ضرورة عرقلة المساعي الإسرائيلية للانضمام إلى عضوية مجلس الأمن الدولي. لمناقشة تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتطورات الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتمع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري في دورته 146 برئاسة وزير خارجية تونس وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تتولى تونس رئاسة أعمال الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أوضاع دقيقة واستثنائية لا تخفى علينا جميعا، وهي تستوجب تضافر جهودنا وأحكام التشاور والتنسيق بيننا والارتقاء بتعاوننا وتعاطينا مع مختلف في القضايا والأزمات التي تهم منطقتنا إلى مستوى التحديات الجسام والتهديدات الكبيرة المنجرة عنها. أكد أحمد أبو الغيط على أهمية القضية الفلسطينية وضرورة التحرك على جميع المستويات لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو أمر لن تنعكس تبعاته على الشعب الفلسطيني الصامت فحسب، وإنما على العالم أجمع. إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المتواصلة وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة وبهدف لا تخفيه حكومتها الحالية، وهو تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شمل جدول أعمال مجلس الجامعة 30 بندا، أولها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 145 و146، فيما يتضمن البند الثاني التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016. بنود عديدة تم مناقشتها وقضايا تم طرحها على اجتماعات وزراء الخارجية العرب، لكنهم جميعا أكدوا على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى بالنسبة للشعوب العربية، وأهمية إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي مقدسة وعلى الشعب الفلسطيني، وأهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
من الجامعة العربية منذر أبو دوح النيل. واصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد. كوريا الشمالية تجري تجربة نووية خامسة وسط إدانة دولية واسعة. مصر تتسلم الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار لمساندة برنامج الحكومة الاقتصادية التنموي. جبهة فتح الشام النصرة سابقا، تعلن مقتل القائد العام لجيش الفتح في غارة جوية في شمال سوريا، وكيري ولافروف يبحثان في جنيف سبل إنهاء الأزمة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تبحث في تركيا الاتفاق الخاص بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. ولا نسمح لنا بهذه الوقفة وهذه القراءة في أخبار المال والأعمال. نتحول إلى أحمد فؤاد، فضل أحمد. شكرا تامر وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا. من أخبارنا الاقتصادية نتابع: البورصة المصرية تربح نحو 8.2 مليار جنيه في أسبوع وسط ارتفاع في أداء المؤشرات. أهلا بكم من جديد. ارتفعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 420.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.64%. أعلنت وزارة الزراعة عن استمرار فتح كافة منافذها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات التي تطرحها الوزارة بأسعار مخفضة. وأكدت الوزارة أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومواد البقالة والبقليات والخضر والفاكهة بكافة منافذ الوزارة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%. شدد وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشيخ على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومحلات المشغولات الذهبية ومحطات الوقود للقضاء على الفساد. وأشار إلى قيام الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بحملات تفتيشية في مختلف المحافظات تم خلالها تحرير 17 محضرا تتضمن ضبط ذهب وفضة غير مدموغة، فضلا عن 20 محضرا تتضمن وجود غش في معايير البيع للمواطنين. تعد الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وقت ينشغل فيه العاملون بمصانع الصوف، حيث يضطرون للعمل لفترات إضافية لإنجاز الزيادة الكبيرة في كمية الصوف الذي يقص من الغنم في الأسابيع التي تسبق يوم النحر. نتابع. مع اقتراب عيد الأضحى تبدو مصانع الصوف كخلية نحل، فالفترة التي تسبق العيد تعد فترة انشغال كبير للعاملين في المصانع، حيث يضطرون للعمل فترة إضافية لإنجاز العمل المترتب على الزيادة الكبيرة في كمية الصوف الذي يقص من الغنم في الأسابيع التي تسبق يوم النحر. الخروف بيتقص صوفه في مناطق في مصر مرة مرتين في السنة، ومرة مرة واحدة، زي اسمه صوف حولي وصوف ربيعي وصوف صيف.
اي غنم بيقص عشان الغنم مش عشان الصوف، عشان اللحم بتاع الغنم، فبيضطر يجيبنا الصوف. ما فيش حد في مصر بياخده الا الشركات الكبيره عن طريق تجار من فوق ومن محافظة الغربية. منتجات الصوف من هذا المصنع وغيره تجد أسواقا رائجة، لا سيما في الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. الصوف الحمد لله ربنا يحمي ثروة مصر الحيوانية موجود طول السنة، ولكن الكثرة والتوافر بيبقى أكتر في عيد الضحية في العيد الأضحى، على أساس إن الكميات بتبقى أكتر وكده. إحنا بنتمنى بقى إن إحنا المنتج النهائي بتاعنا كمنتج صوف كمنتج قطن يصنع في مصر ويصدر من جوه مصر. وتتعدد استخدامات الصوف، حيث يستخدم كمفروشات أرضية وفي تصنيع الملابس، فضلا عن استخدامه في التكنولوجيا الحديثة. الصوف بتاعنا ما يتحرقش، بيستخدموه كبطانات لأفران حرارية لأفران نووية لجميع الاستخدامات. ويأمل أصحاب مصانع الصوف أن يمتد نشاطهم لتلك الدول التي تحتاج بشدة للمنتجات الصوفية، مما يساعد اقتصاد البلاد وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات. انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن ساعتنا الإخبارية ما زالت متواصلة مع حضراتكم. عودة من جديد لزملاء تامر حنفي وإيمان منصور. شكرا جزيلا لك أحمد. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري عن قلقهما إثر التجربة النووية الكورية الشمالية، وأعلنا أنهما سيحيلان الأمر إلى الأمم المتحدة. كانت كوريا الشمالية قد اعترفت بإجرائها لتجربة نووية خامسة اليوم، مما أثار تنديدا دوليا واسع النطاق بها. باستعراض جديد للقوة، أجرت كوريا الشمالية خامس تجربة نووية لها، وصفت بأنها الأقوى من نوعها في تحد لإرادة المجتمع الدولي. التلفزيون الكوري الشمالي أعلن أن التجربة النووية الجديدة أجريت بنجاح، مؤكدا أنها ستمكن بيونغ يانغ من إنتاج أي عدد ترغب فيه من الرؤوس النووية. إدانات دولية عقبت التجربة النووية الجديدة، وبادرت إليها الجارة الجنوبية التي اعتبرتها الرئيسة بارك جون هي تحد سافرا لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره، بينما أعلن جيش البلاد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تتخلى بيونغ يانغ عن برنامجها النووي. قواتنا المسلحة لن تتساهل مع كوريا الشمالية بعد إقدامها على إجراء تجربة نووية جديدة، وكما حذرنا من قبل سنتخذ كل الإجراءات المتاحة لحمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي. وفي طوكيو أدان رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي التجربة الخامسة لكوريا الشمالية، واعتبرتها وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا تهديدا خطيرا لأمن بلادها والمنطقة بأسرها. فيما يخص تطوير كوريا الشمالية تكنولوجيا الصواريخ قادرة على إنتاج أسلحة دمار شامل، نعتبر هذا تهديدا خطيرا للأمن القومي الياباني وكذلك للمنطقة وللمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي لن نقبله مطلقا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جانبه حذر من عواقب خطيرة للتجربة النووية الجديدة، مؤكدا أنه سيواصل مشاوراته مع حلفاء وشركاء واشنطن في هذا الشأن حسب ما أعلن البيت الأبيض. بكين الحليف الاستراتيجي لكوريا الشمالية أبدت أيضا اعتراضها بشدة، ودعت الخارجية الصينية في بيان لها بيونغ يانغ إلى احترام التزاماتها في الحد من انتشار السلاح النووي وإلى تسوية الخلافات عبر المفاوضات السداسية المتوقفة منذ فترة طويلة. قالت مصادر بجهات التحقيق الفرنسية إن المشتبه بها الرئيسية في قضية هجوم محتمل باستخدام سيارة محملة باسطوانات غاز بايعت تنظيم داعش الإرهابية. كان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد أعلن اعتقال ثلاث نساء على خلفية العثور على سيارة محملة باسطوانات غاز قرب كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس. وأضاف وزير الداخلية أن إحدى النساء الثلاث طعنت ضابطا بالشرطة خلال العملية قبل إطلاق النار عليها وإصابتها. تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 33 شخصا بعد تعطل عربات تلفريك فوق مرتفعات مومبلون أعلى قمة بجبال الألب.
كان 110 أشخاص قد تقطعت بهم السبل على ارتفاع يتجاوز 3000 متر في تلفريك يربط بين فرنسا وإيطاليا. وقالت الشركة المسؤولة إن التلفريك توقف بعد تشابك الأسلاك بسبب الرياح الشديدة، وتم إصلاحه بعد عطل دام لساعتين. وتبلغ مسافة الرحلة فوق القلب بالتلفريك 5 كيلومترات، وستستغرق في العادة 35 دقيقة. وفي الختام نذكر بأهم ما كان معنا منها. مصر تتسلم الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولي بقيمة 1 مليار دولار لمساندة برنامج الحكومة الاقتصادية التنموي. جبهة فتح الشام، النصرة سابقا، تعلن مقتل القائد العام لجيش الفتح في غارة جوية في شمال سوريا. وكاري ولافروف يبحثان في جنيف سبل إنهاء الأزمة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تبحث في تركيا الاتفاق الخاص بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من في أمان الله.